نرجع بقى والسؤال الأخير للكابتن طارق يحيى، هل سيف فاروق جعفر هو بديل إمام عاشور؟ في الوقت الحالي زي ما كان إمام بديل ليه أساسي. الاثنين قريبين دلوقتي من بعض؟ طبعا مش قريبين، لسه سيف قدامه كتير. لكن ده أفضل خيار حاليا بسيف جعفر إنه يبقى بديل لإمام عاشور. وبعدين أنا دايما بقول مفيش حد بديل لحد، لكن انت بتثبت وجودك. يعني سيف ثبت وجوده الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا، واشتغل على نفسه كتير. وسيف ولد طبعا يعني نشأته في الزمالك، وتعامل مع الموقف بجرأه، مع ان احنا كنا دايما بنقول هذا الكلام. سيف كان دايما لعيب يعني عارف انت ايه اللي هو ايه، بيلعب بالشوكه والسكينه. دايما كنا نقول له لازم يعني تهين نفسك في الملعب ولازم تشتغل. هو بدا يشتغل هذا الكلام، شاكرا راح في حته تانية. فبالتالي سيف هو افضل بديل حاليا لامام عاشور بالتاكيد. اتفرجت على حضرتك في قناه الزمالك وانت بتقول يعني امام عاشور حتى لو رجع الاهلي خلاص مش مشكله. ما عنديش مشكله. انا شخصيا كطارق يحيى اما يرجع الاهلي عادي، يعني ما قبليه راح الاهلي وجا الزمالك. اصل القصه يا جماعه لازم ناخدها، جمهور الزمالك او الجماهير دايما بتاخدها على قلبها وصدرها قوي. وخلاص ما هو الراجل مشي، هو عايز يروح النادي اللي هو عايزه ما يروح. صح. انا يعني القصه بالنسبه لي انا لا تعنيني في الشيء، الزمالك لن يقف على حد. ده كلام اي حد يروح اي حته هو عايزها، تعظيم سلام خلاص. هو يتحمل مسؤوليه قراره. كلام محترم، شرفتنا ونورتنا يا كابتن حبيب السيوف، شرف بوجود حضرتك دايما. اشكرك شكرا جزيلا. خلصنا حلقتنا مع الكابتن طارق يحيى، بشكره شكرا جزيلا. اشوفكم بكره ان شاء الله على الف خير.